السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم أحد الدروس للأطباء الجدد إن شاء الله، شرح مفصل عن الأشعة السينية للصدر قبل وبعد فحص المفراس، أو مقارنة، نسوي مقارنة بين الأشعة العادية اللي هي تشيست إكس راي والمفراس الحلزوني حتى نحدد الإنفكشن بالأشعة العادية، وكيف يكون يعني شكله بالمفراس الحلزوني. نجي على فد مثال معين. أحد المرضى يعاني من كوفيد 19، هنا نشوف عندنا ليشن، وهنا أيضا في بداية اللانك الأبر لوب، وهنا اللور لوب أيضا، الميدل لوب شوية هم انفكشن. طبعا هسه نجي نشوفه بالمفراس الحلزوني، هاي بالأشعة العادية. هذا نجي على أول ليشن أو التهاب، هذا الأبر لوب، نلاحظ أنها بالجهة اليسرى عندنا والجهة اليمنى، هاي الميدل لوب يبدي على الهارت، عندنا هذا الالتهاب أو يعني الالتهاب أو الإصابة في الأشعة السينية اللي هي قلنا في الميدل لوب في الرايت لانك. تبدأ عندنا الإصابة اللي هي نفسيتها بالرايت لانك اللي أشرناها قبل شوية بالأشعة السينية العادية. نلاحظ أنه كمية الإصابة اللي بينت بالمفراس يعني تكون كلش واضحة، أيضا الليفت لانج أيضا مبينة، أو الرايت لانج عفوا. نرجع للأشعة السينية حتى قارن أيضا، نشوف هذا اللي شفناه احنا في المفراس الحلزوني بالسيريس المفراس الحلزوني، وهذا الأبر لو عندنا اللي هي الإصابة اللي صايرة بالليفت لانك. أنا قبل شوية قلت رايت لانك، هي بالليفت لانك عفوا، تصحيح يعني. هي هاي بقى شلون تبين بالأشعة العادية، بين باب المفراس الحلزوني تبين إصابة كلش كبيرة يعني، ونشوف إنه الرئة واصلة كونسوليديشن في المرحلة المتقدمة، كما إنه المريض يعني كبير في السن. إلى هنا نختم هذه أول حلقة لنا إن شاء الله في توضيح المقارنة بين الأشعة العادية والمفراس الحلزوني.